السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. محاضرة جديدة بعنوان When Technologies Frame Lay Overview. في المحاضرة دي هنتكلم عن نقطتين. أول نقطة Get to know the overview of a frame relay و frame relay major designs. بصوا يا شباب، الفريم ريلي ده يعتبر إحدى الحلول لربط فروع شركات، تمام؟ يعني أنا همسك لك أهو الوايت شيت وأقول لك إن أنا بمنتهى البساطة كده، انا عندي ده برانش 1 تمام، وعندي راوتر ده برانش 2 تمام، وعندي هنا برانش 3 عظيم. طيب بمنتهى البساطه انا عشان اقدر اربط فروع عندي كذا سوليوشن. عندي سوليوشن مثلا الليست لاين، تمام. مشكله الليست لاين ان هو غالي. ليه غالي؟ لان انت بتروح للاي اس بي، والاي اس بي بيأجر لك، انت بتأجر من عنده كده خط اتصال ما بين مثلا برانش 2 برانش 1، تمام. لو انت مثلا حجزت سرعه 10 ميجا بت بير سكند، الاي اس بي بيديك ال 10 ميجا بت بير سكند ات اول وما بتنقصش، تمام، ات اول وما بتنقصش، يعني تاخد 10 10 حلو كده، ستيبل جدا، لان الخط ده بيكون بتاعك انت لوحدك، تمام. مشكلته التكلفه. هل لك ان تتخيل ان تكلفه ربط فرعين، انا بتكلم بسعر عندي في مصر هنا، تمام، ان احنا مثلا بنتكلم لو انا هربط 1 ميجا، تمام، لشركه من الشركات مش هذكر اسمها، الربط 1 ميجا يعني يتكلف تقريبا في حدود 40 45 الف جنيه، تمام، 40 45 الف جنيه، يعني انت بتتكلم مثلا سكه كام، سكه مثلا ممكن تتكلم في 2000 دولار مثلا، او 1500 1800 1800 دولار في الشهر. الكلام ده في الشهر مش في السنه، تمام، انا اسف في السنه، اسف الكلام ده، انا اسف في السنه، تمام. المشكله عندي هنا في ايه، انا بتكلم واحد ميجا بس، تمام، يعني انت بتتكلم 1800 مثلا دولار او 2000 دولار في الايه، في السنه. طب المشكله واحد ميجا بس، السرعه مش كبيره. طب الفكره ان ده ما بين، افرض انت عندك ثلاث فروع، فلازم خط من الفرع الاول للثاني، ومن الثاني للثالث، ومن الثالث للاول لو انت عايز تعمل كده، تمام. فطبعا ليز لاين بالنسبه لبعض البيزنس كومبانيز مش حل عملي، تمام. طب الحل العملي ظهر في الايه بقى، في فيما يخصص بالباكت سويتشد نتورك. الباكت سويتشد نتوركس او وينز، تمام. ده عباره عن ايه بقى؟ بص يا سيدي، الباكت سويتش نتوركس ده او وينز ده ظهر منه اول تكنولوجي الاكس دوت 25، وبعدين الفريم ريلي، حلو، وبعد الفريم ريلي الاي تي ام، تمام، انتهاء بالام بي ال اس، تمام. طيب هو دول كلهم بقى بيقوموا على ايه؟ بص يا سيدي، بمنتهى البساطه الاي اس بي، تمام، انت بتاجر خطوط برضو عنده عادي جدا، ولكن الخط بتاعك ممكن كذا واحد يشاركك عليه، تمام. ازاي؟ بص، الاي اس بي بيكريت لك حاجه اسمها بي في سي، بيرمننت فيرتشوال سيركت، عظيم. طيب الخط انت بتتعاقد بكده بكونتراكت مع الاي اس بي بيسمى بالاس ال اي، وبداخل الاس ال اي بيعرف حاجه اسمها السي اي ار، الكوميتد انفورميشن ريت. الكوميتد انفورميشن ريت ده انت مثلا خلي بالك هو هيكون محدد عندي حاجتين في الاس ال اي، عايز برضو ايه اوريهم لك هنا، ال سي اي ار وال ال اي ار، تمام. بص، السي اي ار وال ال اي ار، تمام. ال اي ار ده الماكس سبيد اللي انت متعاقد بيه. انت مثلا لو هتروح للاي اس بي وتقول له بص، الاي اس بي يقول لك بص انا ممكن اديك 10 ميجا بت بير سكند، لو كان ليست كان الخط الواحد هياخد منك كام مثلا، 300 دولار في الايه، في الشهر، تمام. لكن لا، انا مش هاخد منك 300 دولار، الاي اس بي يقول لك مثلا هاخد منك just $30 في الشهر، مقابل انت هتاخد برضو 10، انت بتعاقد على ايه، على 10، ده ال اي ار. ولكن الاي اس بي يقول لك ولكن في اوقات الذروه، تمام، انا هخفض السرعه بتاعتك لايه، بحيث ان هي ما تنزلش عن 5 ميجا بت بير سكند، فانت ات ماكس سبيد انت بتاخد 10، لكن في اوقات الذروه، وده بقى الايه، اغلب الاوقات اصلا هتعاني من المشكله دي، هتاخد 5 ميجا بت بير سكند جاست نو مور. ده السي اي ار، الكوميتد انفورميشن ريت، عظيم. طيب ده كلام جميل قوي.
ده الايه الفريم ريلي. شويه بقى ايه اجزاء عايزك تعرفها. الفريم ريلي لو انت مثلا بتتكلم في كل بروتوكول بيكون ليه اللاير 2 ادريسنج بتاعه، تمام؟ يا ترى ايه اللاير 2 لانجوج بتاعت الفريم ريلي؟ حاجه تسمى بالدلسي، تمام؟ بص يا سيدي، بص يا سيدي، لو انا هفترض ان ده سويتش فريم ريلي بتاع اي اس بي، وده مثلا سيريال 0، وده مثلا سيريال 1، وده مثلا سيريال لا بلاش بلاش بلاش، بص هعملها هنا، ده سيريال 1، ده سيريال 2، ده سيريال 3. حلو. طيب الدلسي ده معناه ايه؟ بص يا سيدي، لو انا بس بفرض ببساطه كده، انا وصلت تو راوترز ادي فريم ريلي سويتش، اه تمام، ده ار 1 مثلا وده ار 2. حلو. ده سيريال 1 على الفريم ريلي وده سيريال 2 على الفريم ريلي. الدلسي بالنسبه لار 1 هو الرقم اللي بيه هيروح الى ار 2. فلو مثلا انا بعمل خريطه عند الايه الاي اس بي، الاي اس بي بيعمل عند السويتش عنده خريطه كده، سويتش فريم ريلي عنده، تمام، بيكتب فيه ايه؟ مش لازم اعمل كده، بيكتب فيه سيريال 1 100، سيريال 2 200. معناه ايه الخريطه دي؟ دي معناها ايه؟ من الاخر كده الفريم الاي اس بي عامل الخريطه دي ليه؟ عشان ار 1 لو جه هيروح، هو هيروح على ار 2 صح؟ طيب هيروح وهيرفق بالدلسي، هيحط في خانه الدلسي 100. فما الفريم ريلي سويتش يقرا ان الباكت دي جايه والدلسي بتاعتها 100، تمام؟ هيطلع وهي جات له فين؟ انتو سيريال 1. جات له ايه؟ انتو سيريال 1. وهي جات له على دلسي 100 هيطلعها اوت اوف سيريال 2. دي خريطه كده بيعملها الايه الاي اس بي، تمام. طيب فده فايده الايه، ده فايده الايه الدلسي، اوكي. طيب تعالى ندرس مثلا حاجه بالشكل اللي قدامنا، تمام، توبولوجي كده ايه بالشكل اللي قدامنا. انا ممكن على الاي اس بي اعمل خريطه برضو، تمام، سيريال 1 200، سيريال 2 100، سيريال 1 300، سيريال 2 سيريال 3 100 برضو. بص بقى هنا انا عملت كام بي في سي، خلي بالك ان كل سطر من دول يسمى بي في سي، تمام، خط. فهنا ده خط وده خط، ده خط يربط مين؟ سيريال 1 سيريال 2، يعني برانش 1 برانش 2، ده خط يربط برانش 1 ببرانش 3. حلو. لو برانش 1 عايز يروح لبرانش 2 هيروح بدلسي 200، طب لو برانش 2 عايز يرجع لبرانش 1 هيروح بدلسي 100، طب لو برانش 3 عايز يروح لبرانش 1 هيروح بدلسي 100، طب لو برانش 1 عايز يروح لبرانش ايه لبرانش 3 هيروح بدلسي 300، تمام كده. حلو. في سؤال تقول لي يا باشمهندس، هو ازاي برانش 2 برانش 3 هيروحوا على نفس الدلسي؟ اقول لك بمنتهى البساطه، هم هيروحوا على برانش 1 بنفس رقم الدلسي، تمام، لان هم هيروحوا على نفس الديستنيشن، تمام. يعني على فكره يا جماعه الموضوع ده بيلخبط الناس، تمام. يعني في ايه؟ هو هل شرط ان الدلسي اللي يروح بيها برانش 3 على برانش 1 تكون مختلفه عن الدلسي اللي بيروح بيها برانش 2 على برانش 1؟ تمام. هل شرط؟ لا مش شرط، ممكن اخليهم ذا سيم دلسي، تمام، نفس، ممكن اخليها ايه ذا سيم دلسي، اوكي. عشان افهمك، تمام، المفترض الباكت ال100 دي يعني او خلينا اخد مثال، لو انت طالع تمام من مطار القاهره كايرو ايربورت وعايز تسافر انجلترا، تمام، فانت دخلت الصاله رقم 1. حلو. لو جه زميلي بقى مثلا سافر من الرياض، مطار الرياض، وعايز يروح برضو نفس المدينه لندن مثلا في انجلترا، حلو، يعني اسالك سؤال، هل في مشكله ان هو برضو يطلع من صاله رقم 1؟ نفس القصه، يعني برانش 2 هيطلع من صاله رقم 100، برانش 3 هيطلع من صاله رقم 100، ما فيهاش عندنا مشكله. ولكن هنا بقى في اختلاف، ما ينفعش برانش 1 يكون assigned بالنسبه له نفس الدلسي لبرانش 2 3، يعني انت لو حطيت له 200 فوق و200 تحت. اسالك هنا سؤال، لو الاي اس بي بيبص على الدلسي وداخله انتو سيريال 1 وهي 200، هيطلع اوت اوف سيريال 2 ولا سيريال 3؟ خدت بالك؟ فما ينفعش هنا بقى. طبعا التصميم ده برضو زي الدايناميك مالتي بوينت دي بي ان اللي خدناه الايه المحاضره اللي فاتت، دي ام هاب اند سبوك، ده هاب وده سبوك 1 وده ايه سبوك 2، خدت بالك؟ طيب ده كلام جميل قوي، اوكي.
ده بعض الايه الملاحظات فيما يخص الايه الدردشه كده حوالين الايه الفريم ريلي. شويه كونسبتس كده، يعني ايه ديلسي؟ ديلسي ده اختصار لي داتا لينك كونكشن ايدنتيفاير، ده اتكلمنا عنه. ال ام اي، ال ام اي دي خاصيه او اللانجوج اللي بيها ده فريم ريلي سويتش، تمام؟ اللانجوج اللي بيها الراوتر، تمام، بيعرف تمام قوائم الديلسي. خلي بالك ان الراوتر بياخد قوائم الديلسي من الفريم ريلي، وهي اللانجوج اللي بيتكلم بيها الراوتر مع الفريم ريلي سويتش، تمام. طيب كلام جميل، هنا في ملحوظه انا عايز اوضحها لك، تمام. نرجع للوايت شيت تاني عشان برضو تفهم ال ام اي. طبعا انا شرحت البيرمننت فيرتشوال سيركت معناها ايه، سي اي دي ار. تعال اشرح لك الايه الانفرس ار والديناميك ماب والاستاتيك ماب والسودو برضو بروكاست، تمام. بص يا سيدي، انا عندي ده برانش 1 وده برانش 2 وده برانش 3، حلو. ده سيريال 2، ده سيريال 3، ده سيريال 1، تمام. وعلى الاي اس بي او فريم ريلي سويتش، تمام، قال لك ايه سيريال 1 عشان بيروح ب 200 الى مين؟ الى سيريال 2، وسيريال 2 بيروح ب 100 الى سيريال 1، حلو. سيريال 1 بيروح ب 300 الى سيريال 3، وسيريال 3 بيروح ب 100 الى سيريال 1، عظيم. بفرض ان انا عندي الشبكه دي مثلا 10.0.0.0/29، فده خد دوت 1 وده خد دوت 2 وده خد دوت 3، تمام. طيب الراوتر ده، الراوتر ده اسالك سؤال، لو انا جيت من على برانش 1 وجيت عملت بينج، بينج على 10.0.0.2، حلو، المفترض هيطلع بدلسي كام؟ هيطلع بدلسي 200، صح؟ طب لو هيطلع على 10.0.0.3 هيطلع على دلسي كام؟ 300، صح؟ طب اسالك انا سؤال، هو الراوتر منين يعرف، تمام، اني 10.0.0.2 دي اطلعها بدلسي 200، وان 10.0.0.3 دي اطلعها ب 300، منين يعرف؟ هقول لك انا بقى منين يعرف؟ تعالى يا سيدي، بص، المفترض الراوتر بيسحب اول ما بيتوصل بالفريم ريلي سويتش، بيسحب الجدول ده، فبيعرف ان هو عشان يطلع اوت اوف سيريال 2 يروح على دلسي 200، وعشان ويعرف انه عشان يطلع اوت اوف سيريال 3 يروح على دلسي 300، فهو بيعرف مسبقا الايه الدلسيز، فهو بيبعت باكيت، تمام، الى الفريم ريلي سويتش بيسموها الانفرس ارب، الانفرس او الارب العكسيه، بيقول الراوتر اللي الدلسي بتاعته 200 يبعت لي الاي بي بتاعه، فبرانش 2 بيرد على ار 1، تمام، ويقول له الاي بي بتاعي 10.0.0.2. طب هو ليه اسموه انفرس ارب؟ قال لك لان هو معاه اللاير 2، اللاير 2 ادرس، وبيها خد اللاير 3 ادرس، لكن الارب اصلا اللي احنا عارفينها ان الراوتر بيبقى معاه اللاير 3 ادرس وبياخد بيه الباك ادرس اللي هو اللاير 2، ده العكس هنا اللي بيحصل، تمام. الراوتر بيسحب الجدول، وبناء على الجدول بيروح داخل سيريال 200 عايز يعرف مين الاي بي اللي هناك، وعايز يعرف مين الاي بي اللي هناك، فبالتالي بيعرف الاي بيات اصلا. هنا بيكون الراوتر حاجه اسمها الايه؟ الدايناميك ماب، تمام؟ خريطه بيربط بيها 10.0.0.2 مقترن بيه بالدلس 200، 10.0.0.3 مقترن بيه بالايه؟ بالدلس 300، تمام؟ ممكن انا اعمل ستاتيك ماب، حلو؟ ممكن انا اروح الراوتر واقول له خلي بالك ان الاي بي الفلاني اطلع لي بدلسي كذا، الاي بي العلاني اللي هو 10.0.0.3 اطلع لي بايه؟ بدلسي كذا، تمام؟ ال ام اي هي اللي بيها الراوتر بقى بيعمل انفرس ار، بياخد الايه وبيسحب الجدول بتاع الجدول بتاع الدلسيز من فريم ريلي سويتش، وبيه بيبني الدايناميك ماب، تمام؟ طيب ده كلام جميل، ده الايه ال ام اي. اتكلمنا برضه على الانفرس ار، يا ترى ايه هو السودو بروكاست؟ تمام؟ بص امسك مثلا ديزاين زي ده، حلو؟ بمنتهى البساطة لو انا سطبت اي جي ار بي، انا قلت لك ان المرة اللي فاتت ان نوعيات الكلاودز بتاعت الوان مش بتسمح بايه؟ مش بتسمح بان مالتي كاست تخش فيها، تمام؟ النتورك دي كده من نوعية يا جماعة اسمها الـ NPMA، الـ Non Broadcast Multi Access Networks، عظيم، لا تسمح بمرور المالتي كاست. فانا عشان اسطب اي جي ار بي الحل بالنسبة لي ان انا اروح للراوتر ده واقول له ان النيبر بتاعك سبوك 1 الاي بي بتاعه كذا، والنيبر بتاعك السبوك 2 الاي بي بتاعه كذا، نفس القصه اعمله عند سبوك 2 ونفس القصه اعملها عند سبوك 1، تمام. طب انا عشان استغنى عن حته ان انا احدد النيبر ستاتيكلي
لان اصلا مفيش مالتي كاست هنا بيسبورت. انا ممكن اخلي الراوترز تمام تبعت رسائل ايه مالتي كاست، تمام تبعت رسائل مالتي كاست، وده بتفعيل خاصيه السودو برو كاست. يعني اصلا ادجستبل بالنسبه لي ان انا اخلي فريم لي كلاود تستقبل مالتي كاست ترافيك، تمام. وده وهنا بيسمى ايه بالسودو برو كاست، تمام. طيب ده كلام جميل، ده فيما يسمى السودو برو كاست. ده طبعا الاختصارات انا عاملها لك، سي اي ار كوميتد انفورميشن ريت، وفي ال ال اي ار اللوكال اكسس ريت، ال ام اي اللوكال مانجمنت انترفيس، دلسي داتا لينك كونكشن ايدنتيفاير، بي في سي بيرمننت فيرتشوال سيركت. طيب انواع الديزاينز، ممكن اعمل ديزاين هاب اند سبوك، يعني ايه زي الدي ام في بي ام كده برضو، تمام. انا مش هربط سبوك 1 بسبوك 2 مباشره، لا انا بربط سبوك 1 بسبوك 2 عن طريق ربط سبوك 1 بالهاب وربط سبوك 2 بالهاب، تمام. ده ارخص السوليوشنز، لان انا هنا بحتاج ايه تو بيرمننت فيرتشوال سيركتس، تو بي في سيز، في الفول مش ان انا بربط ثلاث فروع كلها ببعضها، انا هنا باخد ايه 3 بي في سيز. خلي بالك الاي اس بي بيحاسبك على كل بي في سي على حده، تمام. فانت هنا هتدفع دبل، هنا هتدفع تريبل، ممكن اعمل بارشال مش زي ان انا عندي هنا، انا عندي ده برانش 2 برانش 3 وده برانش ايه 4، تمام. ده الايه برانش 1 انا ربطت 2 و 3 و 4 ب 1 وربطت 2 و3، تمام. لكن هل ربطت 3 4؟ لا، يبقى ده بارشال مش. لو كنت ربطت برانش 3 ببرانش 4، تمام، يبقى انا كده ايه كنت عملت فول مش، تمام. دي انواع الايه الديزاينز، حلو. طيب في مستوى اخر من تقسيم الديزاينز في الفريم لي، الفريم لي بوينت تو بوينت والمالتي بوينت. بص يا سيدي، الفريم لي بوينت تو بوينت انا بخلق، انا في الحالتين بخلق 2 بي في سيز، يعني هنا بي في سي كده وبي في سي كده، انا بخلق في بالفعل 2 بي في سيز في الحالتين، تمام. ولكن البوينت تو بوينت انا لو بفرض ان ده سيريال 3 سلاش 0، انا بعمل 2 نتوركس، نتورك 10 0 0 0 سلاش 30، ودي تربط ار 1 بار 3، ونتورك 10 0 0 4 سلاش 30، حلو. وبقسم الانترفيس دي ل 2 سب انترفيسز، سيريال 3 سلاش 0 بوينت مثلا 10، وسيريال 3 سلاش 0 بوينت مثلا 20، وبدي له اي بي هنا 10 0 0 1 وهنا 10 مثلا 0 0 5. فكده ار 1 عنده 2 اي بيز، اي بي في نتورك مستقله بينه وبين ار 3، واي بي في نتورك مستقله بينه وبين ار 4. طب ار 3 يا ترى هيعرف ار 4 ازاي؟ القاعده في الراوتنج بتقول لك ان باي ديفولت الراوتر لا يعلم الا النتوركس المتصل عليه مباشره، فار 3 مش هيعرف الا ار 1 فقط، طب صح لا؟ هنا بقى الحل اني اعمل راوتنج ما بين ار 1 وار 2، اسف، من ار 1 وار 3 وار 4، تمام. ده البوينت تو بوينت. البوينت تو بوينت اكثر كفاءه من المالتي بوينت، ايش معنى؟ تعال اوريك المالتي بوينت ده اصلا عباره عن ايه. مالتي بوينت انا برضو بعمل 2 بي في سي عادي جدا، تمام، ولكن الثلاث راوترات السيريالز دي كلها بتاخد اي بيات في نفس الشبكه، مثلا 10 0 0 0 سلاش 29، فمثلا ده دوت 1 ده دوت 2 ده دوت 3، عظيم، هم كلهم في نفس الشبكه. مشكلتها ايه؟ السبليت هورايزون اللي انا كلمتك عنها في الدي ام بي بي ان. لو انا عملت مثلا ريب او اي جي ار بي، تمام، فلو هنا عندي نتورك 3 وهنا عندي نتورك 4 وهنا عندي نتورك 1، الهب ده المشترك ده الهب اصلا، صح، وده سبوك 1 وده سبوك 2. راوتر 3 هيروح لار 1 ويقول له انا متصل بنتورك 3، فار 1 هيسيف ايه نتورك 1 ونتورك 3 وبرده نتورك 4 عنده في الراوتنج تيبل، صح. لكن هو استلم 3 4 انتو السيريال دي اللي هي مثلا 3 سلاش 0، صح؟ مش هيعرف انه يطلع ابديت ب 3 او 4 اوت اوف سيريال 3 سلاش 0، فمش هيقدر يبلغ لار 3 بالشبكه اللي هي 4، ولا هيقدر يبلغ ار 4 بالشبكه اللي هي 3، خدت بالك؟ فتلاقي ان في دايما في الراوتنج تيبل لو انت عملت اي جي ار بي عند ار 4 اللي هو عارف نتورك 1 بس، وار 3 ان هو عارف نتورك 1 بس، لكن ار 4 مش هتلاقيه عارف نتورك 3 ولا ار 3 عارف نتورك 4. الحل ايه؟ ان انا هلغي السبريت هورايزون عند السيريال 3 سلاش 0، ده في المالتي بوينت. المشكله دي هتقابلها في المالتي بوينت، الحل بتاعها ان انا الغي الايه؟ السبريت هورايزون، تمام. طيب انا في المحاضره دي اعتبر خلصت مناقشه موضوع الفريم لي، وكلمنا عن نقطتين، جيت تو نو ذا اوفر فيو اوف فريم لي، كلمنا عن كونسبتس في الفريم لي ومراحل تطوره، تمام، ويعني مستو عن الليز لاين. خلي بالك ان الفريم ريلي ده يعتبر هيستريك سوليوشن،
تمام. سيسكو لغيته من السي سي ان ايه؟ طب انت ليه بتدرسها مش مهندس؟ هقول لك بمنتهى البساطه، لان انت هتدرسه في السي سي ان بي، انا مش حابب اني توبيك زي الفريم ليه تدرسه في السي سي ان بي لاول مره. تمام. هو كان موجود في المنهج ال 220 لكن لغوه في المنهج 225. عظيم. الفريم ليه حل هيستريك، ده يعتبر سوليوشن هيستريك، ما بيستخدمش دلوقتي. تمام. لكن احنا ليه بناخده، ليه بندرسه، بندرسه ليه في السي سي ان بي؟ تمام. بمنتهى البساطه عشان تقدر تفهم بشكل كويس الام بي ال اس، لان الام بي ال اس بيحمل في طياته ملامح كتير من الفريم لي. تمام. طيب احنا اتكلمنا عن النقطه الاولانيه بتاعه الاوفر فيو اوف الفريم لي، وكذلك اتكلمنا عن الديزاينز الهاب اند سبوك الفول مش والبارشال مش، وكذلك اتكلمنا عن الفريم لي بوينت تو بوينت والمالتي بوينت، ومشكله بتظهر في المالتي بوينت معاك فيما يخص السبريت رايزن وكيفيه حلها. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.